بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. صدق الله العظيم. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم. إن ربك يقضي وهو العزيز العليم. صدق الله العظيم. فتوكل على الله فتوكل على الله. صدق الله العظيم. إن ربك يقضي بينهم بحكمه العليم. فتوكل على الله. صدق الله العظيم. صدق
صدق الله العظيم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. إنك لا تسمع الموتى. إنك لا تسمع الموتى ولا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم. أخرجنا لهم
دابة من الأرض تكلمهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. صدق الله العظيم. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ويوم نحشر من كل أمة فوجا ويوم نحشر من ممن يكذب بآياتنا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ويوم نحشر من كل أمة فوجا ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. صدق الله العظيم. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تقيطوا بك علما أماذا كنتم تعملون. صدق الله العظيم. ويوم نحشر من كل أمة فوجاً
كذب بآياتنا فهم يوزعون. صدق الله العظيم. حتى إذا جاء قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أماذا فهم لا ينطقون. أولم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا صدق الله العظيم. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الصور صدق الله العظيم. ويوم ينفخ في الصور صدق الله العظيم. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن صدق الله العظيم.
صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ويوم ينفق في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوا داخرين. صدق الله العظيم. وترى الجبال تحسبها جامدة وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. صنع الله وترى الجبال تحسبها جامدة صدق الله العظيم. صنع الله صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. صنع الله الذي أتقن كل شيء صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. صدق الله العظيم. فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون وهم من فزع آمنون.
السيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون هل تجزون إلا ما كنتم تعملون وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن وأن أتلو القرآن وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله صدق الله العظيم. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن صدق الله العظيم. وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن وأن أتلو القرآن وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها
وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله وقل الحمد لله وقل الحمد لله وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها صدق الله العظيم. وأن أتلو القرآن وأن أتلو القرآن وأن أتلو القرآن وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإن لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله صدق الله العظيم. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل وما ربك بغافل وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن أأنتم أشد
خلقا أم السماء رفع سمكها فسواها أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها والجبال أرساها والجبال أرساها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وأما من خاف مقام ربه وأما من خاف مقام ربه وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك
يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرى إلى ربك منتهى صدق الله العظيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراك إلى ربك منتهى إنما أنت منذر كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن وجاء ربك وجاء ربك والملك صفا صفا والملك صفا صفا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك الملك صفا صفا وجيء
يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى وأنى له الذكرى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد نفس المطمئنة ترجعي إلى ربك ارجعي إلى ربك راضية مرضية ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ 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 لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من عرق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان
الحلق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينجى عبدا إذا صلى كلا إن الإنسان أرأيه استغني إن إلى ربك الرجع أريت الذي ينجي عبدا إذا صلي عبدا إذا صلي أريت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أريت إن كذب وتولي ألم يعلم بأن الله يري كلا لئن لم ينتج لنسفعا بالناصية فليدع ناديا سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا ارزقنا يا ربنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا واجعله حجة لنا يا رب العالمين اللهم اغفر لفقيدنا اللهم اغفر له وارحمه
اللهم عافه يا ربنا عاف عنه، اللهم اكرم يا ربنا نزله، ووسع يا كريم مدخله، واغسله من ذنوبه بالماء والثلج والبرد. اللهم نقه يا ربنا من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم ابدله يا ربنا دارا خيرا من داره، واهلا خيرا من اهله، وجيرانا خيرا من جيرانه. اللهم انه نزل بك ضيفا فلا تعذبه، وانت غني عن ذنوبك يا حنان. اللهم لا تعذبه، وانت غني عن ذنوبك يا منان. اللهم جاف القبر عن جنبيك يا كريم، اللهم انقله يا ربنا برحمتك وعظمتك من ضيق اللحود ومراتع الدود الى جناتك جنات الخلود، في سدر مخضوب وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك يا ربنا من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وذلته ويوم القيامة وروعته. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك، ومتعنا برؤياك، وجمعنا بنبيك ومصطفاك بسر ثواب الفاتحة. ليس هناك طبيب يجيب ولا غريب ولا قريب، أمر جاء بالموت من عند الملك المجيد. آيات بينات من الذكر الحكيم تلاها على مسامع حضراتكم قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي فاضلة القارئ الشيخ عنتر الهنداوي القارئ والمقيم بمركز ومدينة دمنهور، بالاشتراك مع الهندسة الصوتية والفراشة الحديثة المتنقلة في كل مكان التي ركبت تحت إدارة وإشراف الباشمهندس عمرو حسن المقيم بالبستان. حضرات السادة الأفاضل، شكر الله سعيكم جميعا والبقاء لله وحده.